علي الأكبر صور واحد عند ابن بهذه الشمال بهذه الصفاء بهذا الجمال. أما البصر كان شبيه النبي خلقا خلقا منطقا بشهادة الحسين، حتى أنه ينقل في زمان الحسين واحد من النصارى رأى في عالم الرؤيا عيسى ابن مريم وإلى جانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المسيح عيسى، هو أنت نصراني مسيحي؟ عيسى يقول له هذا نبي آخر الزمان آمن به، ترى هذا أفضل مني، هذا نبي آخر الزمان فآمن به أسلم على يديه. يقول أنا تشاهدت الشهادتين في عالم الرؤيا، بس في صبيحة تلك الليلة سألت عن أقرب الناس إلى النبي، من هو أقرب الناس إلى رسول الله؟ فجاءوا بي إلى الحسين. الحسين الذي أنا أشرت إلى الرواية حينما يقول لأحدهم هلم معي إلى دارنا لأريد آثار جبرائيل في بيتنا، إحنا أقرب الناس للنبي. جاء به الحسين، جد الإسلام، شهد الشهادتين، ثم التفت إلى الحسين قال له رأيت جدي؟ شفته؟ قال نعم رأيته إلى جانب عيسى. قال لا زالت تلك الصورة موجودة في ذهنك؟ قال نعم لازلت أتذكر تلك الصورة وذلك الجمال. قال تحب أن ترى؟ تريد أن ترى محمد؟ قال تلك رؤيتي. فصاح بولده علي يخرج، طلع علي الأكبر وإذا النصراني يندهش يقول والله إنه هذا محمد الذي شفته في عالم الرؤيا. ما شاء الله الحسين لو كان عندك ولد بهذه الشمائل بهذه الصفات بهذه الصفات بهذا الجمال كيف حرصك عليه؟ قال والله أتأذى لو أصيب بشوكة، واحد بهذا الجمال أتأذى لو أصيب بشوكة. فقال له الحسين أما أنا وأنظر إليه مقطع بالسيوف جريئا ما يتحمل الواحد واقعا، بس لا يقول واحد هذا ما يهمني انا، لا يهمني هذا الشهيد الذي سقط يهمني يهمني انا. وشفنا هذه المشاهد المؤلمه المقرحه، يعني كل امراه تدخل على ولدها الشهيد المطروح المخصب بدمائه وكل واحده تنعم وكل واحده تقبل بتقبل. ذكرت البارحة من؟ ذكرت البارحة أم حسام، الله يرحم شهداءنا البارحة. ذكرت أم حسام أنا البارحة، والليلة هذه مصيبة علي الأكبر، أم حسام تدخل يا أهل أخي يا أمي يا أخي ولا تهمتنا على صحة أم حسام. علي الأكبر يقول الرافي حينما استأذن الحسين، تعال شوف تفاصيل هذا الحدث، ما تمالك الحسين، مت مالك ابني يطلب من عنده الرخصة للجهاد في سبيل الله، ما تمالك غير أن أرفع عيناه بالدموع. ثم رفع كفه، هذه أول دعوة من أبناء الطريق. الأم أم الشهيد ترى أنا أبشرها دعاءك دعاءك مستجاب، أنت مظلومة وابنك ذهب شهيد مظلوم مقتول. رفع يديه إلى السماء قائلا إله يشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم أشبه الناس بنبيك خلقا خلقا منطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى وجه نبيك نظرنا إليه. ثم شنو الدعوة سيدي؟ اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، كأنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلونا.
وبرز علي الأكبر، لكن على أي حال برز إلى قلب الحسين. الحسين يقولون كان يقف على باب الخيمة كل فارسان كل بطل يشيع على باب الخيمة، بس هذا تشريع يختلف وداع يختلف. سوى الحسين شيع ولده ودعا، ثم مشى علي الأكبر يمسكا في الحسين فضرب مشى فضرب. دخل علي في المعركة، غاص في أوساط القوم، قاتل قتال الأبطال. أنا ما أريد أجيب كل تفاصيل الحدث، يأتيك غدا إن شاء الله. بس الرواية تقول الحسين واقف على باب الخيمة وينظر إلى صولات جولات علي الأكبر، ينظر وليلى تنظر على رواية وجود ليلى في كربلاء. ليلى تنظر إلى وجه الحسين، صور إلى المعركة ساعة وإذا بوجه الحسين قد تغير